بدنا تنتهي هذه الحركة كلها، بدنا ضمانات إن نخلص، ما ضل عندنا شيء نخسره، بيوتنا راحت، أولادنا تقتلت، أطفالنا ارتعبت، إحنا حنخرج من هذا الكلام 70 سنة لما نعرف يصير بني آدمين. يقول بخطرنا إن هذه المبادرة طالما أوقفت الحرب عن شعبنا الفلسطيني فنحن نؤيد ذلك. أنا بتمنى تمشي الوقف لإطلاق النار على الجميع، وأنا بتمنى كل الشعب الفلسطيني يروح على بيته على غزة، معينا شهداء، إن ماتت أهلنا ماتوا، إحنا في معصق، هي أنا نفسي للطغط من كثر ما عندي اكتئاب، عندنا حالات مريضة جدا كثيرة، شهداء بالمزيد، أما بتمنى اليوم قبل بكرة إنها تحل الوضع. إحنا بالنسبة لنا هي مبادرة. أي مبادرة بتعيدنا لمناطقنا وتوقف الحرب وتعاود إعادة الإعمار وبتفرج عن المعتقلين اللي اعتقلوهم واللي كانوا معتقلين قبل وبياخدوا اللي عنا انت كيف وترجع غزة زي أول وأحسن، احنا راضيين بالكلام هذا وبنرضى بالكلام هذا. نأمل إن شاء الله فيها خير وتتوقف الحرب، نكفي عدبات، لا ضل حجر ولا شجر ولا بشر، نكفي.